بصدد حضور توقيع عقدية الشراكة بين فلسطين والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. توقع اليوم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته اتفاقية مع هيئة مكافحة الفساد لدولة فلسطين، اتفاقية تعاون لتبادل الخبرات والممارسات الفضلة وتبادل الزيارات والتكوينات في هذا الإطار. نحن الآن في المراحل الأخيرة من إطلاق الخطة الاستراتيجية الجديدة التي ستبدأ في عام 2024 حتى عام 2030، وهي تماما تقوم على مبدأ التشاركية وعلى مبدأ التشخيص الحيادي لكل ما يمكن أن يواجه المجتمع الفلسطيني من قضايا فساد، باعتبار أننا أكثر الشعوب التي يمكن أن تتعرض إلى هذه الآفة وتؤثر على مسيرة ومستقبل عملية التحرر والبناء لدى الشعب الفلسطيني.